تحتضن مملكة البحرين ندوة المساواة بين الجنسين والتي ستقام في 30 و 31 من أكتوبر المقبل بتنظيم من المجلس الأولمبي الآسيوي بالتعاون مع اللجنة الأولمبية البحرينية المستضيفة واللجنة الأولمبية الدولية. نعم، بهذه المناسبة أعرب سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية عن اعتزاز سموه باستضافة ندوة المساواة بين الجنسين والتي تجسد حرص مملكة البحرين وسعيها المتواصل لتعزيز دور المرأة في المجال الرياضي. وقال سموه إن مملكة البحرين قد قطعت شوطا كبيرا في تحقيق المساواة بين الجنسين من خلال تعزيز حضور المرأة في العمل الرياضي كقائدة وإدارية ومدربة ولاعبة وحكم في مختلف الهيئات الرياضية، مشيرا سموه إلى أن استضافة هذه الندوة تعكس حرصنا على تبادل الخبرات والتجارب بين اللجان الأولمبية الوطنية في القارة الأسيوية والتعرف على أحدث الممارسات في هذا المجال لتكون مملكة البحرين مركزا لنشر ثقافة المساواة بين الجنسين في القارة من خلال هذه الندوة الدولية. أكد سمو الشيخ خالد بن حمد أهمية استضافة البحرين لهذه الندوة الدولية التي سوف تستقطب كوكبة من المتحدثين الدوليين الذين يمثلون اللجنة الأولمبية الدولية والمجلس الأولمبي الأسيوي والعديد من اللجان الأولمبية الوطنية لاستعراضهم لتجاربهم وخبراتهم، مشيرا سموه إلى أن هذه الندوة تتماشى مع خارطة الطريق الاستراتيجية للجنة الأولمبية الدولية وهدفها المحدد للمساواة بين الجنسين لتحقيق التوازن بين الجنسين في المراكز القيادية بنسبة تمثيل لا تقل عن 30%. وأعرب سموه عن تقديره للدور الذي يلعبه المجلس الأولمبي الأسيوي في دعم لجان المساواة بين الجنسين في اللجان الأولمبية الوطنية الأسيوية لإشراك المرأة في عملية صنع القرار وتعزيز حضورها بصورة أكبر في مختلف مفاصل العمل الرياضي. وجه سمو الشيخ خالد بن حمد اللجنة الأولمبية البحرينية للتحضير والاستعداد الأمثل لاستضافة الندوة الدولية التي تقام لأول مرة على أرض المملكة لإخراج الحدث الدولي بأفضل صورة ممكنة، متمنيا سموه الخروج بأفضل التوصيات والنتائج التي تساهم في تحقيق الأهداف التي أقيمت من أجلها الندوة لتعزيز المساواة بين الجنسين.